الوداد يحرز اللقب الافريقي بعد الفوز على الاهلي 2-0. هارد لك النادي الاهلي والف مبروك النادي الوداد. تتقالش الوداد، تتقال الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي البطوله. للاسف يعني المؤامره اكتملت طبعا، وهم دول اللي كانوا عايزين يعني هو ده اللي كانوا عايزينه الاتحاد الافريقي. كابتن علاء، يعني للاسف خسرنا اللقب، ولكن يعني بعض الحاجات كانت متوقعه، ولكن في الملعب نفسه اعتقد ان بعض اللاعبين تاثروا بالاجواء الخارجيه. هي طبعا هارد لك للنادي الاهلي ومبروك نادي الوداد، هي دي كره القدم، انت ما بتكسبش كل حاجه، ما بتكسبش على طول، لكن يعني حتى ايما ما يعني ما ينفعش يبقى عندك لعيبه تتاثر بالاجواء دي، انك انت خدت نهايات كتير قوي وكانت في ظروف اصعب من دي. لكن احنا اتكلمنا كان يعني بين الشوطين كده في عجاله على اللي حصل في الشوط الاول، بدايتنا ما كانتش بالشكل اللي احنا عايزينه، ما فرضت شخصيتك، وقلنا النهايات دي بدايات بتاعتها بتفرق. يعني خلصنا الشوط الاول وماشي، كانت فيه اخطاء وبدايه لكن الشوط الثاني ما كانش فيه تحسن كتير. بص يا ايمن، هو الوداد النهارده كسبك مش احسن منك في الكوره، لا خالص، هو في الكوره مش احسن منك بالمره. هو طبعا يعني الهدفين اخطاء مننا احنا، حتى كل الهجمات بتاع اللي عملها هو مننا احنا، دي حاجه خليها على جنب. هو النهارده كسبك بحاجتين بس، وحاجتين دول كانوا بيبقوا فيك انت قوي، تركيزهم كان عالي قوي، صحيح، حماسهم كان معديك. لازم نتكلم يبقى في يعني لازم نتكلم فيه، نتكلم بهدوء يعني. هو متحمس قوي، مركز قوي 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 طول ال 94 و95 دقيقه اللي اتلعبوا ايمن، هم مركزين متحمسين قوي، رغبتهم في الفوز كانت اكتر منه، صحيح. عشان كده النهارده رغم كل ده انت مضيع هدفين كنت ممكن تتعادل، مظبوط، سهل جدا، ولعبت يعني تقريبا الفرصتين اللي هي كانت في فرصه دي كره واحده بس لعبتها صح، او لعبتها في الحته اللي عندهم فيها مشاكل اللي هي في قلب الدفاع، قلب الدفاع عند محمد شريف وكده، والحارس مطلع واحده كمان من بيرسيتاو، يعني كنت ممكن تتعادل، بس يعني سبحان الله يعني هو ربنا كاتبها لهم، هم ان هم لا هم رغبتهم اعلى منك بكتير، ودي كانت غريبه، صحيح. حماسهم، تنظيمهم في الملعب منظمين جدا جدا جدا، لازم يبقى في كلام يعني كلام الناس كلها اتفرجت على الماتش. انت رغم كل ده لا مش احسن منك في الكوره اطلاقا، ولا على المستوى الفردي ولا على الجماعي ولا حاجه خالص، لكن هم بالثلاث حاجات دول، والحاجات دي على فكره ايمن مهمه جدا في كره القدم، تركيزك وحماسك والرغبه بتاعتك ممكن يغطوا حتى على الفنيات في بعض الاوقات. طبعا هو الفنيات بتاع ما فيش يعني لما تيجي تقيس فنياتك وفنياتهم لا لا, لا, لا المسافه بعيده قوي، لكن هو الثلاث حاجات دي رجعت كفته، مع ان خلاص هي ربنا كاتبها لهم النهارده، مظبوط، ربنا كاتبها لهم لسبب ما، يمكن ازاي انا ما قلتك الثلاث اسباب دول، لكن مش عايز اقول كان في حاجه في الملعب، ده كان في الجماهير طبعا قامت بواجبها كويس قوي مع الوداد، ما اساؤوش لعيبه النادي الاهلي، تشجيعهم ما اعتقدش كان في حاجه، الضغط الجماهيري عملوه كويس قوي، لكن انا من وجهه نظري معلش انت النادي الاهلي متعود على اجواء أسوأ من دي، فحته الاعداد وحته دخولك الماتش واضح ان هي من بدايه الشوط الاول كملت معاك لنهايه المباراه، ودي يعني غريبه شويه على لعيبه النادي الاهلي، لكن في الاخر دي كره القدم. ممكن النهارده كنت ممكن ايمن تعمل مباراه رائعه وفي الاخر تخسر، هي خلاص مش مكتوبه لك النهارده، لكن الحمد لله على كل حال النهارده لك لعيبه النادي الاهلي، ومبروك لنادي الوداد، خلاص بطوله مش مكتوبه لينا السنه دي، هنفكر ان شاء الله في البطولات اللي موجوده عندنا، الموضوع مش هيعدي بالساهل ولا على اللعيبه ولا على جماهيرنا، وكل التحيه للجماهير اللي سافرت من القاهره هنا للمغرب، كنا نتمنى يرجعوا مبسوطين، لكن اللي انا عايز اقوله رغم كل ده مفيش حد من لعيبه النادي الاهلي اثره، ايوه يعني تقصير في الملعب لا ما اقولش تقصير، مفيش حد بخل مفيش حد اثر، لكن هي الظروف اللي انا قلت لك عليها دي، هي دايما كده كره القدم بتبقى حاجات بسيطه قوي بتفرق فيها في طول المباراه، صحيح. هو تركيزه حماسه رغبته عايز يفوز بمباراه، يمكن عشان البطوله على ملعبه فدي اديته حماس زياده او رغبه زياده، لكن انا كنت شايف ان انت رغبتك اعلى، كنت هتعمل حدث زي ما كان اسامه بيتكلم في بدايه الاستوديو، حدث ما حصلش قبل كده في افريقيا كلها ثلاث سنين ورا بعض، لكن خلاص هي دي كره القدم، مكسب وخساره، لكن انت مش متعود على الخساره، كلمه خساره مش موجوده في قاموس النادي الاهلي ولا لعيبته على مر السنين، لكن في الاخر تقول الحمد لله
ونشوف نبدا نبص للي جاي ان شاء الله بنظره طبعا اكيد احسن بكتير باذن الله ربنا.